بمليون دولار كرشوة يعني عن صفقة في وزارة الكهرباء. لحظة أثير، لحظة، وين رايح أثير؟ أنت تقول ما أقدر أذكر اسمه، هو العلني وبرهم صالح مساومة على مليون دولار؟ يعني اكيد هنالك زميل قطان، يعني تعرف حضرتك ان هنالك امور قانونيه لا يسمح لنا. لا هو هذا، هو هذا قال لك لك التصريح اثير، قال لك لك لو اعلن للراي العام. زميلي قحطان، يعني الكل سمع وراى بام عيني هذا التصريح الذي انتشر عبر السوشيال ميديا. اي من هو انتشر يعني شافوه الناس؟ من هو الشخص؟ هو كان مسؤول في وزاره الكهرباء. قال بصراحة أن السيد صالح طلب من إحدى الشركات الكويتية، حتى حدد اسم الشركة، شركة معروفة في الكويت، عبر وسيط، والوسيط قال إن أني أريد منكم كومشن، والكم ذكروا له لمن هذا الكومشن، قال لي ولعمي، وعندما سألوه من هو عمك قال برهم صالح. حلو، إذن هذا الأمر واضح. يعني لعد إحنا شو ما عندنا عمام؟ لا عندنا عمام، احنا عندنا لا ما عندنا عمام يجيبون هيك كومشينات. والله يا اخي يا قحطان، انا اعتقد انه احنا نبقى بعمامنا المتواضعين البسطاء الفقراء افضل من ان يكون لدينا هكذا عمام. اخ يعني مو هي المشكله، اني مو مشكلتي هسه بصراحه احكي لكم ايش قد انا اختلف ويا اكثر السياسيين، بس اكو بعض السياسيين حتى لو هو عنده غلط بس يعجبني لأنه يعترف يقول لك هو هذا آني. يعني مثلا على سبيل المثال والأمثلة تضرب ولا تقاس، لما تحكي ويا أبو مازن يقول لك هو آني، أنا أبو كيف، وكل العراقيين يعرفون أبو مازن، صح لو لا؟ لكن لما يجيك واحد يدعي أنه حامي ونزيه وكذا 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 ويصفط لك كل الزينات ويطلع لك فيديو مسرب يقول لك والله عمي يريد الكوميشن، هذا شو تسوي له؟ هذا وين تصفوا وياه؟ أنا أنتقل للمهدي بغداد. مهدي حبيبي أستاذ قحطان، أنت تتجول بالبرلمان وأكيد تسمع أشكال